عاشقة الدمى أو مجنونة الدمى، الاسم اللي أطلق على فيروز نسطاس في مدينتها بيت لحم. بتحكي عنهم زي كأنهم أولادك. طبعاً. من جد؟ طبعاً، يعني لما اضطريت أخذ جزء على الإمارات حسيت إنه أنا عم بفصل الأولاد، تعرف زي دور الرعاية، فحسيت كتير عاطل إنه أنا ماخذ اثنين وتارك اثنين. أنا بشتغل دمى من 2012، يعني بدي يصير لي تقريباً 10 سنين قريباً. وين تعلمت؟ بفلسطين. ما تعلمت بفلسطين. موهبة أو هواية كانت؟ أنا خريجة سينوغرافيا اللي هو ديكور وأزياء ومكياج للمسرح، وكان في مشروع مع مسرح الحارة بفرنسا، كانوا توأمة، فبعتوني أتعلم صناعة دمى العملاقة اللي بتشوفوها بالمهرجانات وبالكرنفالات. بياخد وقت خاصة الدمى العملاقة اللي بنشوفها في الشوارع؟ جداً. الدمى العملاقة مينيموم تاخد 3 أسابيع من العمل المتواصل، لأنها عبارة عن لايرز كتير، طبقات النحت، طبقات الجسم، الملابس لحالها بتاخدنا خياطة 3-4 أيام. مشان هيك في كتير ناس قليلة اللي بيضل عندها طولة بال تكمل الشغل، يعني الناس بفكروا سهل يلا بنشتغل، بس بده كتير وقت. أعطيتي ورشات عمل في أكثر من دولة عربية في صناعة الدمى، كيف كانت التجربة؟ يعني مصر، لبنان، كثير دول عربية. كل دولة كان لها خصائص مختلفة. تونس مثلاً كانت التجربة دائماً مع شباب كبار وصبايا كبار، ومعظمهم معلمين، وصنعنا الدمى العملاقة، فكان جيش فعلياً، كانوا ينادوني هتلر بالورشة. فطول وقت جيش، ناس بتقص ألمنيوم، ناس خشب، ناس بتنحت، ما كانش في ولا لحظة لبريك. يعني بلبنان التجربة كانت كتير مختلفة، كنت أشتغل مع اللاجئين السوريين في مخيمات فعلية، وكان أطفال اللي عندهم مشاكل نفسية وعقد وإلى آخره، فكانت الدمى أكثر لتفريغ النفسي، كان صعب أكون عسكري معاهم، كان بالعكس بدنا نلعب، بدنا نفرغ نفسياً. بشتغل فيها هي جزء من كينونتي، بتروح لهاي الدمية. ف يعني اذا جيتي تشوفي البيت تشوفي انه كل الدمى بتنام على التخت وانا بنام على الارض. طول الوقت في صيانه، يعني باخذهم مشاوير، بنطلع يعني رسمي زي اولادي. هي بعدين السرور اللي الدمية بتنقله للاخرين بينقل لي انا جزء من السرور، ف هيك بعمل الدمى، هيك بحبهم.